هذه كرة كينية، محاولة جوزيف أوكومو لكن همام يبعدها إلى الركنية الأولى. وهذا دانييل أونيمبي، دانييل أونيمبي لاعب فايبورغ الدنماركي. شوف الكينيين، شوف الكينيين، يعني لو أبي أحسب يعني 17 15 ألف كيني حاضرين وموجودين. أقل ممكن يعني 10 15 ألف كيني. هنا لدينا الكرة، الله، أوه، على مشهد المدرجات، خذ لك لفة على المدرجات، انظر هذه المدرجات التي تشتعل الآن. كينيا تسجل أول الأهداف عن طريق جوزيف أوكومو. أوكومو، مدرجات كينية تشتعل هنا في استاد الجنوب من خلالي على القائم الأول. نعم، المراقبة غير موجودة. شوف يعني الحالة، أوكومو، شوف أوكومو أخيرا وصل بسام، لكن عندما لعب الكرة براسه لم يكن مضايقا على الإطلاق أوكومو، وسجل أول أهداف اللقاء لمصلحة كينيا بهكذا طريقة في مرمى مشعل برشام. هدف جميل، نعم، لمصلحة المنتخب الكيني على مستوى الزاوية اليمنى لمشعل برشام. سعادة أوكومو.